اولا الفلوق الطرباوي ويكونوا التلميذات عوض ما يقولوا شوفوا حبيباتي فين مشيت كليت الطاكوس وكذا ومشيت هنا وكذا والريستو وشريت الفولار. البنيته دير حتى هي سيلفي وكتصور الصديقات نتاعها كيدير واحد الورشه معينه وكيوجدوا كيفاش خدموا واحد المسرحيه باش يشاركوا في مهرجان ولا كيفاش كيديروا لو جارديناج سكولير ولا كيفاش كيديروا المكتبه المدرسيه ولا كيديروا اون اكتيفيتي بيداغوجيك ولا ايديوكاتيف في ليكول نتاعهم. دونك غادي نوليو هنا كنعطيو داك 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 الرغبه في ان داك التلميذ ولا داك التلميذ يبان لان حق مشروع الصور وهذا الشيء ديال دابا راه كيفرضوا ولكن يبان في شي حاجه اللي يمشي يعاودها. هي احلام راه غتمشي غتقول با سبا سعيده فدا في الندوه وقفت وصفقوا عليا التاثير راه هذا هو هذا الشيء. شوف علاش لان هادشي انا جربته اخوان. انا كنتكلم معكم بتجربه. انا نهار درت اول فيديو نتاعي كيفاش غادي نعرف انا راسي واش غادي نستمر ولا ما نستمرش، واش داكشي اللي درتو زوين ولا ماشي زوين. باش بلجي ما ترجع دوغات. كاين لي زالغوريتم ديال الفيسبوك. انا بديت في الفيسبوك انا بالتجربه ديالي في التدوين الكتابي كاين مثلا واحد 5000 صديق عندك ملي كتكتب شي حاجه هذاك الشيء اللي كتكتبوا غادي يوصل ل 1000 غادي يوصل ل 1000 اولا 500 يعني نقولوا حنا 10%. وهذيك ال 10% شحال من واحد غادي يتفاعل معاك بالجيم ولا بالجادور؟ 10% اخرى. انا سميتها نظريه ديال العشور. وهذوك اللي غايديروا لك داك 10% اللي غايديروا لك الجيم والجادور شحال منهم غادي يعلقوا؟ 10%. الا مشيتي في هذا لي نورمال تاع العشور راك مزيان. دونك ما تستناش. وهذا بعد باش نخليو شويه المناعه عند التلميذات ديالنا وعند الاخوان اللي كيمارسوا التدوين. ماشي عندي 5000 صديق نهار اللي غنبوستي شي حاجه غادي نلقى تما 5000 جيم، مستحيل. الا لقيتي تما 50 الا لقيتي تما 50 فانت راك غادي في لي نورمال. دونك هذاك الفيدباك انا كنتكلم على التواصل. الفيدباك كيكون يا اما عبر داك اللي رياكت او التعليق او الحجم ديال المشاهدات. دونك هذا الشيء كامل الا حاولنا نعطيو له داك شويه ديال التبنادميت شويه نتاع التواطنيت وشويه نتاع نخلقوه يولي مخلق. غادي نكونوا ربحنا الرهان باش ما نخليوش الفضاء ديال 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 داك المنصه لوحدين اخرين كيقلبوا على المشاهدات بالفضايح. غادي شحال قريب